بسم الله الرحمن الرحيم. المكتبة الصوتية لمعالي الشيخ الدكتور صالح بن فوزان الفوزان. شرح كتاب العبودية الإمام المجدد أحمد بن تيمية الحراني رحمه الله. الدرس الخامس. قال المؤلف رحمه الله تعالى: وأما المؤمنون بالله ورسوله عوامهم وخواصهم الذين هم أهل القرآن، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم: إن لله أهلين من الناس. قيل: من هم يا رسول الله؟ قال: أهل القرآن هم أهل الله وخاصته. فهؤلاء. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. لما ذكر الشيخ رحمه الله أن الصوفية خصوصا الغلاة منهم يقسمون الناس إلى خاصة وعامة، الخاصة هم الذين عرفوا الله ووصلوا إليه وسقطت عنهم التكاليف، فليس عليهم صلاة ولا زكاة ولا أوامر ولا نواهي. هؤلاء هم الخاصة لأنهم وصلوا إلى الله بزعمهم، وهذا من الشيطان، غرور من الشيطان. وأما العامة عندهم فهم العوام الذين توجه إليهم الأمر والتحريم، وصفوا الرسل وأتباع الرسل بأنهم هم العوام الذين يحتاجون إلى الأوامر والنواهي والشرع. الشيخ رحمه الله يقول: هذا باطل، وهذا التقسيم باطل، فالمؤمنون هم أولياء الله وخاصته، عوامهم وعلماؤهم وكلهم هم الخاصة عند الله عز وجل، وهم الذين عرفوا الله بأسمائه وصفاته وشرعه ودينه، فهم كلهم أولياء الله سبحانه وتعالى. نعم. وأما المؤمنون بالله ورسوله عوامهم وخواصهم الذين هم أهل القرآن، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم: إن لله أهلين من الناس. قيل: من هم يا رسول الله؟ قال: أهل القرآن هم أهل الله وخاصته. وسماهم أهل الله، وهذا هو أرفع منزلة وأعلى منزلة، ومع هذا لم تسقط عنهم التكاليف. المراد بأهل القرآن ليس الذين يحفظونه ويرتلونه وإلى آخره، أهل القرآن هم الذين يعملون به حتى ولو لم يحفظوه، الذين يعملون بالقرآن بأوامره ونواهيه وحدوده، هؤلاء هم أهل القرآن وهم أهل الله وخاصته من خلقه. أما من يحفظ القرآن ويجيد التلاوة ويضبط الحروف ويضيع الحدود، فهذا ليس من أهل القرآن وليس من الخاصة، وإنما هو عاص لله ولرسوله ومخالف للقرآن. نعم. وكذلك أهل القرآن الذين يستدلون به ولا يقدمون عليه غيره بالاستدلال، ويأخذون منه الفقه والأحكام والدين، لا هم خاصة، هم أهل القرآن. نعم. قال: أهل القرآن هم أهل الله وخاصته، فهؤلاء يعلمون أن الله رب كل شيء ومليكه وخالقه، وأن الخالق سبحانه. وهم جمعوا بين توحيد الربوبية وتوحيد الألوهية، جمعوا عرفوا الله عز وجل بأسمائه وصفاته وكماله وجلاله وعظمته، هذا هو توحيد الربوبية، وعبدوه حق عبادته، وهذا هو توحيد الألوهية، فهم جمعوا بين هذا وهذا
خلاف الصوفية وأتباعهم فإنهم إنما عرفوا توحيد الربوبية فقط، وضيعوا الشريعة ولم يعملوا بها، ويقولون الشريعة للعوام، يكفي الإنسان أن يعرف توحيد الربوبية فقط. نعم. فهؤلاء يعلمون أن الله رب كل شيء ومليكه وخالقه، هذا هو توحيد الربوبية. نعم. وأن الخالق سبحانه مباين للمخلوق ليس هو حال فيه، وأن الخالق سبحانه غير المخلوق، بخلاف غلاة الصوفية هم يقولون الكون كله هو الله، ولذلك يسمونها الوحدة الوجود، فالوجود كله هو الله بزعمه، تعالى الله عن ذلك. والرسل وأتباعهم يعتقدون أن الله سبحانه هو رب كل شيء وخالقه، وما سواه فهو مخلوق وعبد لله سبحانه وتعالى. هؤلاء هم المؤمنون، ويعتقدون أن الله جل وعلا مباين لخلقه ليس حالا فيهم كما تقوله الحلولية من الصوفية وغيرهم، إن الله حال في المخلوق، كما تقول النصارى إن الله حل في المسيح، هذا قول الحلولية الكفار. الله جل وعلا باين من خلقه، ليس في ذاته شيء من مخلوقاته، ولا في مخلوقاته شيء من ذاته سبحانه، استوى على العرش فوق كل شيء، وهو العلي العظيم جل وعلا. نعم. يقول مباين لخلقه، هذا رد على الحلولية والاتحادية. الحلولية والاتحادية. نعم. وأن الخالق سبحانه مباين للمخلوق ليس هو حال فيه. مباين يعني منفصل. منفصل. الخالق منفصل عن المخلوق. مخلوق منفصل عن الخالق أيضا، ليس بينهما اختلاط ولا اتحاد ولا حلول كما يقوله هؤلاء. نعم. ليس هو حال فيه ولا متحدا به ولا وجوده وجوده. نعم، كما تقوله أهل وحدة الوجود. نعم. والنصارى إنما كفرهم الله إذ قالوا بالحلول واتحاد الرب بالمسيح خاصة، فالنصارى أخف كفرا من الحلولية، لأن الحلولية يعتقدون أن الله حال في كل شيء، حتى المراحيض ودورات المياه والحشوش، تعالى الله عن ذلك. أما النصارى إنما زعموا أن الله اتحد بالمسيح فقط، اتحد بالمسيح، ولم يعمموا اتحاده بكل المخلوقات أو حلوله بكل المخلوقات، فهم أخف كفرا من الحلولية والاتحادية، مع أن كفرهم هو أشنع الكفر، كما قال تعالى لقد كفر الذين قالوا إن الله هو المسيح ابن مريم. نعم. والنصارى إنما كفرهم الله إذ قالوا بالحلول واتحاد الرب بالمسيح خاصة، فكيف من جعل ذلك عاما في كل مخلوق. نعم. ويعلمون مع ذلك أن الله أمر بطاعته وطاعة رسوله، وأهل الإيمان يعلمون مع ذلك، مع اعتقادهم أن الله جل وعلا ليس حالا في خلقه ولا متحدا فيهم، يعلمون مع ذلك أن الله أمر ونهى وشرع سبحانه وتعالى، وأنزل الشريعة على الرسل، يقرون بذلك. نعم. ويعلمون مع ذلك أن الله أمر بطاعته وطاعة رسوله ونهى عن معصيته ومعصية رسوله، بخلاف الحلولية والاتحادية الذين يسقطون الشريعة عن الخواص. نعم. وأنه لا يحب الفساد ولا يرضى لعباده الكفر. والحلولية والاتحادية يقولون إنه قدر، ما دام إنه قدر الفساد والمعاصي
هو يرضاها ويحبها، تعالى الله عن ذلك. نعم. وأنه لا يحب الفساد ولا يرضى لعباده الكفر، وأن على الخلق أن يعبدوه فيطيعوا أمره ويستعينوا به على ذلك، كما قال في فاتحة الكتاب: إياك نعبد وإياك نستعين. كما قال في فاتحة الكتاب، وهي أول سورة في المصحف، في أولها: إياك نعبد وإياك نستعين، وجمع بين العبادة والاستعانة بالله عز وجل. فأهل الإيمان يقولون هذا، يقولون: إياك نعبد، أي لا نعبد سواك ولا نستعين إلا بك. نعم. ومن عبادته وطاعته الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر بحسب الإمكان. نعم. والجهاد في سبيل الله ما يكفي أنهم استقاموا في أنفسهم، ما يكفي من المؤمن أنه يستقيم في نفسه ولا يأمر بالمعروف ولا ينهى عن المنكر ولا يجاهد في سبيل الله، بل لا بد من ذلك، بل لا يترك الناس من دون تغيير ومن دون أمر ونهي ومن دون جهاد في سبيل الله. هذا سبيل المؤمنين. ما أحد منهم يقول: أنا ما علي إلا من نفسي، أنا علي من الناس. لا، هذا كلام باطل. أوجب الله عليك الدعوة إلى الله، وأوجب الله عليك النصيحة، وأوجب عليك الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر بحسب استطاعتك، وأوجب عليك الجهاد في سبيل الله بحسب استطاعتك لإعلاء كلمة الله ونشر دينه. نعم. ومن عبادته وطاعته الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر بحسب الإمكان. حسب الإمكان، لقوله صلى الله عليه وسلم: من رأى منكم منكرا فليغيره بيده، فإن لم يستطع فبلسانه، فإن لم يستطع فبقلبه. قوله تعالى: فاتقوا الله ما استطعتم، لا يكلف الله نفسا إلا وسعها، يقوم الإنسان بما يستطيع. نعم. والجهاد في سبيله لأهل الكفر والنفاق. الجهاد في سبيله لأهل الكفر بالسلاح، لأنهم لو ترك الكفار ولم يقاتلوا لتسلطوا على المسلمين ونشروا الكفر ودعوا إليه وصدوا عن سبيل الله، فلا بد من جهادهم لكف شرهم عن الإسلام والمسلمين. لو تركناهم ما تركونهم، كما هو مشاهد الآن، شاهدنا الآن فعل الكفار بالمسلمين، لو تركناهم ما تركونا، ولا تركوا الإسلام ينتشر، ولا تركوا الدين ينتشر في الأرض. لا بد من جهادهم مع الاستطاعة. والجهاد ليس من الأمور الفردية، كل يجاهد منفردا، لا، الجهاد اشترط له الجماعة، اشترط له السمع والطاعة لولي الأمر، اجتماع الكلمة، لا بد من قيادة تقودهم. هو ليس الجهاد فوضى، كل يحمل السلاح ويقتل ويضرب، هذا لا يأمر به الإسلام، وليس هذا من الجهاد، هذا من الفوضى. الجهاد لا يقوم إلا بجماعة وبإمامة وقيادة مسلمة. نعم. والجهاد في سبيله لأهل الكفر والنفاق. وأما أهل النفاق فيجاهدون باللسان، أنهم يظهرون الإسلام، ولكن يظهر منهم كلمات أو كلام سيء تفوح منهم روائح الكفر، فهؤلاء يجاهدون باللسان بالرد عليهم وإبطال حججهم وشبهاتهم وتتبع مقالاتهم ومؤلفاتهم بالرد عليها، لئلا تروج عند الناس تشيع ويظنونها حق، ويظنون أنها حق، لأنهم قد يعطون فصاحة وبلاغة فيغرون الناس بأساليبهم وفصاحتهم، ويلبسون الحق بالباطل، ولا يقوم بهذا إلا أهل العلم
أهل العلم هم الذين يردون على المنافقين ويبطل شبهاتهم. نعم. ويجتهدون في إقامة دينه. نعم. مستعينين به. قال تعالى: يا أيها النبي جاهد الكفار والمنافقين. الكفار يجاهدون بالسلاح والمنافقون يجاهدون باللسان والحجة. نعم. ويجتهدون في إقامة دينه مستعينين به دافعين مزيلين بذلك ما قدر من السيئات دافعين بذلك ما قد يخاف من آثار ذلك. نعم. فالمؤمنون يقومون بهذا يقومون بالجهاد في سبيل الله لأهل الكفر ولأهل النفاق لئلا ينتشر الكفر ويختفي الإيمان ويذل المسلمون ويعتز الكفار. لا بد من الجهادين، جهاد الكفار من الخارج وجهاد المنافقين من الداخل. المنافقون يعيشون مع المسلمين ويزعمون أنهم مسلمون ولكنهم ينشرون الشر وهم خدم للكفار في كل زمان ومكان. فلا بد من جهاد الكفار من الخارج وجهاد الكفار من الداخل حتى ينتصر الإسلام وينقمع أهل الشر. نعم. دافعين مزيلين بذلك ما قدر من السيئات دافعين بذلك ما قد يخاف من آثار ذلك. نعم. كما ولا يقولون هذا الشيء مقدر قدره الله ولا الله قدر وأمرنا أن نجاهد، قدر الكفر والشرك والمعاصي والنفاق، لكن مع هذا أمرنا أن ندافع هذه الأشياء وأن نقاومها ولا نسكت عنها ونقول هذا مقدر. هذه حجة أهل الباطل. نعم. كما يزيل الإنسان الجوع الحاضر بالأكل. هذا مثال محسوس. نحن ندافع الكفر والشرك والمعاصي والنفاق وإن كان ذلك مقدرا ولا نستسلم له، كما أننا ندافع الجوع ولا نقول الجوع مقدر ولا نأكل طعام ولا نشرب لا نشرب ماء نقول ولا نأكل طعام نقول هذا مقدر. الفقر مقدر والجوع مقدر والظما مقدر ونجلس، ما حد يقول هذا وفيه عقل. فلماذا يحتجون بهذا على الطعام والشراب ولا يحتجون به على شرع الله عز وجل ودينه؟ ما يطردون مذهبهم هذا ولا يأكلون ولا يشربون، يقولون الله قدر علينا الجوع قدر علينا الظمأ. لا، هم بفطرهم يأكلون ويشربون ويطلبون الرزق ولا يقولون هذا مقدر. فلماذا يحتجون بالقدر في ناحية ويتركونه في ناحية أخرى؟ دل على أن القدر ليس حجة، القدر ليس حجة لنا في مدافعة الشرور وأهل الشر. نعم. كما ندافع الجوع والعطش ندافع الكفار والمنافقين والمشركين والعصاة. نعم. كما يزيل الإنسان الجوع الحاضر بالأكل ويدفع به الجوع المستقبل. نعم. إذا صار جائع أكل يدفع الجوع الواقع، وكذلك يأكل ولو لم يكن جائعا ليدفع الجوع المستقبل. نعم. وكذلك إذا آن أوان البرد دفعه باللباس. وكذلك هذا مثل محسوس، إنسان يلبس الملابس والصوف والمكيفات لنزل ويقضي عند البرد، ولا البرد هذا قضى القدر ويترك اللباس ويترك المدفئات ويقول هذا قضى القدر، ما حد يقول هذا وهو عاقل. فلماذا يقولون كما ندفع البرد بالملابس والمدفئات وندفع الجوع بالطعام وندفع الظمأ بالشراب؟ نعم. وكذا قالوا للنبي صلى الله عليه وسلم: جرحت سوية نتداوى بها وتقى نتقي بها،
هل ترد من قدر الله شيئا؟ فقال هي من قدر الله. نعم، سألوا النبي صلى الله عليه وسلم عن الأسباب، عن الأسباب هل ترد من قدر الله شيئا؟ قال هي من قدر الله، من الأسباب التي نأخذ بها، وقدر الرزق والطعام والشراب لدفعه، قدر البرد وقدر الملابس والاستدفاء لدفعه، وقدر حق من قدر الله. أرأيت أدوية نتداوى بها ورقا نسترقي بها، معروفة الأدوية، علمه من علمه وجاهله من جاهله، فهل إذا أصابنا المرض نستسلم نقول القدر؟ لا، يدفع القدر بالقدر. والرقية معروفة، هي القراءة على المريض والدعاء له بالشفاء. لماذا لنا نتكل على القدر نقول خلوا المريض مقدرا عليه هذا؟ الرقية مشروعة، الرقية مشروعة، والقرآن فيه شفاء. كذبوا على الله سبحانه وتعالى، إن الله لا يأمر بالفحشاء تقولون على الله ما لا تعلمون. وين الأمر من الله؟ هاتوا أمر من الله. إن الله أمر بكشف العورات، بل الله على العكس نهى عن كشف العورات، والله أمرنا بها. إن الله لا يأمر بالفحشاء تقولون على الله ما لا تعلمون، قل أمر ربي بالقسط، وأقيموا وجوهكم عند كل مسجد، أخلصوا لله عز وجل. إقامة الوجوه معناه الإخلاص لله عز وجل، العمل عند كل صلاة. نعم. وكما قال تعالى عنهم: سيقول الذين أشركوا لو شاء الله ما أشركنا ولا آباؤنا ولا حرمنا من شيء. نعم، كما أن الله أخبر في سورة الأنعام أنهم سيحتجون بالقدر على كفرهم ومعاصيهم. سيقول الذين أشركوا بالله عز وجل، إذا نهيتهم عن الشرك، سيقول الذين أشركوا لو شاء الله ما أشركنا، لماذا لم يمنعنا من الشرك؟ يحتجون بالقدر، ولا آباؤنا ولا حرمنا من شيء، يقولون على الله ما لا يعلمون. الله جل وعلا لو كان يرضى بالشرك لما أرسل الرسل للنهي عنه، ثم وقع منهم ما أخبر الله به، كما ذكر في سورة النحل، قال الذين أشركوا لو شاء الله ما عبدنا من دونه من شيء، نحن ولا آباؤنا ولا حرمنا من دونه من شيء. كذلك فعل الذين من قبلهم، هل على الرسل إلا البلاغ المبين؟ لو كان ما يقولونه صحيحا كان القدر حجة لما أرسل الله الرسل. ولقد بعثنا في كل أمة رسولا أن يعبدوا الله واجتنبوا الطاغوت، كيف ينهى عن شيء هو شرعه كما تقولون؟ وقالوا لو شاء الرحمن ما عبدناهم. كذلك الآية الثالثة من سورة الزخرف: لو شاء الرحمن ما عبدناهم. قال الله جل وعلا: ما لهم بذلك من علم، هل عندكم دليل على أن الله رضي هذا الشيء؟ حتى وإن كان قدره فهو لا يرضى. الله يقدر أشياء ابتلاء وامتحانا لحكمة وإن كان لا يرضاها، لكن يترتب عليها حكم وأسرار عظيمة وامتحان للناس. نعم. وقد ذكر عن المشركين ما ابتدعوه من الدين الذي فيه تحليل الحرام والعبادة الذي فيه تحليل الحرام والعبادة التي لم يشرعها الله، في مثل قوله تعالى: وقالوا هذه أنعام وحرف حجر لا يطعمها إلا من نشاء بزعمهم، وأنعام حرمت ظهورها، وأنعام لا يذكرون اسم الله عليها افتراء عليه. نعم، كانوا يجعلون قسما من زروعهم وحروثهم ويقولون ولا يأكلونه، ويقولون هذا لله، هذا لله، يتعبدون لله بذلك. الله لم يشرع لهم هذا، وجعلوا لله مما ذرع من الحرث والأنعام نصيبا
قالوا هذا لله بزعمهم وهذا لشركائهم، يقسمون الزروع والمواشي إلى قسمين، قسم لله وقسم للأصنام. هذا تحكم من عندهم، كل هذا تحكم من عندهم. والأنعام جعلوا منها البحيرة والوصيلة والحامي وأشياء لم يشرعها الله سبحانه وتعالى. الله خلق بهيمة الأنعام لمصالحنا ومنافعنا، نأكل منها ونشرب من لبنها ونركب ونستعملها في حاجاتنا، نحمل عليها، ولم يأمرنا بأن نسيب منها بعض الحيوانات، نقول هذه لله لا تركب ولا تحلب ولا توكل، سيبة السوائب والوصيلة والحامي التي يقولون، كل هذا تخبط بالحلال والحرام لم يشرعه الله سبحانه وتعالى. نعم. بمثل قوله تعالى: وقالوا هذه أنعام وحرث حجر لا يطعمها إلا من، هذه أنعام من الإبل والبقر والغنم، وحرث حجر زرع، حجر يعني حرام ممنوع، ممنوع علينا أكله واستعماله، بل هو للأصنام، قسم منه لله عز وجل، الله لم يشرع هذا. نعم. لا يطعمها إلا من نشاء بزعمهم، وأنعام حرمت ظهورها فلا يحمل عليها ولا تركب، وهذه هي الحوامي. نعم. التي حمت ظهورها. نعم. وأنعام لا يذكرون اسم الله عليها افتراء عليه، بل يذكرون عليها اسم الأصنام الطواغيت. نعم. وكذلك في سورة الأعراف في قوله: يا بني آدم لا يفتننكم الشيطان كما أخرج أبويكم من الجنة، إلى قوله: وإذا فعلوا فاحشة قالوا وجدنا عليها آباءنا والله أمرنا بها قل إن الله لا يأمر بالفحشاء أتقولون على الله ما لا تعلمون قل أمر ربي بالقسط وأقيموا وجوهكم عند كل مسجد، إلى قوله: وكلوا واشربوا ولا تسرفوا إنه لا يحب المسرفين قل من حرم زينة الله التي أخرج لعباده والطيبات من الرزق، إلى قوله سبحانه: قل إنما حرم ربي الفواحش ما ظهر منها وما بطن والإثم والبغي بغير الحق وأن تشركوا بالله ما لم ينزل به سلطانا وأن تقولوا على الله ما لا تعلمون. لما ذكر سبحانه في أول سورة الأعراف ما فعله إبليس مع الأبوين عليهما السلام، وأنه حاول معهما ليبدي لهما ما وري عنهما من سواتهما، حاول معهما حتى أكلا من الشجرة التي نهي عن الأكل منها، فبدت لهما سواتهما عوراتهما، ثم قال: يا بني آدم لا يفتننكم الشيطان كما أخرج أبويكم من الجنة، ينزع عنهما لباسهما ويريهما سوآتهما، إلى قوله تعالى: وأن تقولوا على الله ما لا تعلمون. كل هذا رد على المشركين في هذه الجرائم. واليوم المتحضرون والمستغربون منا يدعون إلى العري ونزع الحجاب، يدعون إلى العري ونزع الحجاب وإلى الاختلاط بين الرجال والنساء، كل ذلك يريدون بذلك تغيير هذه النعمة التي أنعم الله بها على عباده المؤمنين. يا بني آدم قد أنزلنا عليكم لباسا يواري سوآتكم وريشا، اللباس على قسمين، منه شيء ستر العورة ومنه شيء زينة وريش، الريش هو الزينة يتجملون به نعم الله سبحانه وتعالى، اللباس والتزين وستر العورة هذا من نعم الله. المشركون الشيطان والمشركون يقولون العري هو من نعم الله،
ولماذا التشدد ولماذا ولماذا؟ كل هذا من إملاء الشيطان قديما وحديثا. نعم. وهؤلاء قد يسمون ما أحدثوه من البدع حقيقة، كما يسمون. نعم، هؤلاء رجع إلى كلام مع الصوفية الذين يبتدعون عبادات لم يشرعها الله ويتركون ما شرعه الله ويقسمون الدين إلى حقيقة وشريعة، الحقيقة للخواص والشريعة للعوام، يقولون الشريعة هذه للعوام اللي ما يعرفون ولا وصلوا إلى ما توصلت إليه الصوفية من المعرفة والمشاهدة وإلى آخر ما يقولون. نعم. وهؤلاء قد يسمون ما أحدثوه من البدع حقيقة، كما يسمون ما يشهدون من القدر حقيقة، وطريق الحقيقة عندهم هو السلوك الذي لا يتقيد صاحبه بأمر الشارع ونهيه، ولكن بما يراه ويذوقه ويجده في قلبه مع ما فيه من غفلة عن الله جل وعلا ونحو ذلك. يعرضون عما شرعه الله سبحانه إلى ما تهواه نفوسهم وتلذوا به قلوبهم، ويسمون هذا المشاهدة والمعرفة، وأسمى صوفية ما أنزل الله بها من سلطان. نعم. وهؤلاء لا يحتجون بالقدر مطلقا، بل عمدتهم اتباع آرائهم وأهوائهم وجعلهم لما يرونه ويهوونه حقيقة، وأمرهم باتباعها دون اتباع أمر الله ورسوله. نظيرا لزيادة على الاحتجاج بالقدر، أضافوا إلى ذلك اتباع ما يهوونه وما يتلذذون به من الأمور، فيشرعون لأنفسهم ما لذ لهم ووافق أهواءهم ورغباتهم، ويعرضون عن شرع الله سبحانه وتعالى، ويسمون ما يشرعونه لأنفسهم من الذوق والوجد وإلى آخره يسمونه حقيقة، ويسمون ما جاءت به الرسل شريعة، والحقيقة طريق الخواص والشريعة أي طريق العوام، هكذا يقولون. نعم. وهؤلاء لا يحتجون بالقدر مطلقا، بل عمدتهم اتباع آرائهم وأهوائهم وجعلهم لما يرونه ويهوونه حقيقة، وأمرهم باتباعها دون اتباع أمر الله ورسوله، نظيرا بدع أهل الكلام من الجهمية وغيرهم الذين يجعلون ما ابتدعوه من الأقوال المخالفة للكتاب والسنة حقائق عقلية يجب اعتقادها دون ما دلت عليه السمعيات. نعم. وكما أن الجهمية بعد الجهم بن صفوان والمعتزلة وعموم المتكلمين الذين يستجون بعلم الجدل والمنطق، قواعد المنطق يسمونها البراهين العقلية، ويقدمونها على الأدلة الشرعية، ويقولون الأدلة الشرعية ظنية لا تفيد اليقين، وأما البراهين العقلية فهي يقينية عندهم، ولذلك أنكروا الأسماء والصفات الثابتة بالكتاب والسنة، أنكروها لأنها لا توافق البراهين العقلية، ويسمون الأدلة الشرعية أدلة السمع، وأدلة المنطق يسمونها أدلة العقل، وعندهم العقل مقدم على الشرع، لأن الشرع لا يفيد اليقين، وأما العقليات فإنها تفيد اليقين. نعم. وهذا من كيد الشيطان لبني آدم، كما أنه أضلهم في العبادة أضلهم في العقيدة أيضا. نعم. ثم الكتاب والسنة إما أن يحرف القول فيهما عن مواضعه
وإما أن يعرضوا عنه بالكلية فلا يتدبرونه ولا يعقلونه بل يقولون نفوض معناه إلى الله. نعم، فهم يتبعون الأدلة العقلية والبراهين المنطقية، وعقائدهم مبنية على ذلك، عقائدهم الآن الموجودة والمطبوعة كلها أدلة منطقية كلها، ليس فيها آية ولا حديث، لا يحتجون بالآية ولا بالحديث، إنما يحتجون بقواعد المنطق وعلم الكلام، يسمونها براهين. موقفهم من القرآن والسنة إما أن يفسروها بغير تفسيرها، وهذا ما يسمونه بالتأويل، وإما أن يفوضوها ولا يبحثون فيها، لكن يعتقدون في نفس الأمر أنها لا تدل على أسماء الله وصفاته، يقولون ما ندري وش المراد بها، تفوض إلى الله، فهم إما مؤولة وإما مفوضة، هذه طريقتهم مع أدلة الشرع، إما تأويلها وتحريفها تفسيرها كما يريدون، وإما أن يفوضوها كأنها حاجي وألغاز ولغة أجنبية لا يعرف معناها. نعم. ثم الكتاب والسنة إما أن يحرفوا القول فيهما عن مواضعه، وإما أن يعرضوا عنه بالكلية فلا يتدبرونه ولا يعقلونه بل يقولون نفوض معناه إلى الله مع اعتقادهم نقيض مدلوله. نعم، فهذا هو، إذا عجزوا عن تأويلها أو ما أرادوا أن يؤولوها فوضون أمرها إلى الله، ويقول مع قولهم إنها لا تدل على ما يقوله أهل السنة والجماعة من أسماء الله وصفاته، لا تدل على ذلك، وش تدل عليه؟ يقول الله أعلم، ما ندري، وينسبون هذه الطريقة الإلحادية ينسبونها إلى السلف، ويقولون طريقة السلف هي التفويض، طريقة السلف هي التفويض، طريقة الخلف هي التأويل، ولذلك قالوا طريقة السلف أسلم وهي التفويض، طريقة الخلف أعلم وأحكم، وقد كذبوا، لا هي طريقة السلف وليست طريقة السلف أسلم فقط بل هي أعلم وأحكم، طريقة السلف هي الأسلم وهي الأعلم وهي الأحكم. نعم. وإذا حقق على هؤلاء ما يزعمونه من العقليات المخالفة للكتاب والسنة وجدت جهليات واعتقادات فاسدة. هم يقولون يقينيات، الأدلة العقلية يقينيات وبراهين، في حين أنها جهليات وليست يقينيات، يقينيات ما دل عليه الكتاب والسنة، أما ما تدل عليه العقول الساذجة القاصرة فهذه جهليات، هذه جهليات، والعقل السليم لا يخالف النقل الصحيح أبدا، النقل الصحيح لا يخالفه العقل الصريح أبدا، فإن اختلف فإما أن النقل غير صحيح وإما أن العقل غير صريح وغير سليم، هذه القاعدة. نعم، والعقل ما يدرك كل شيء، العقل لا يدرك كل شيء، قاصر، ولو كانت العقول كافية لما احتجنا إلى نزول القرآن والسنة، كان العقول تكفي. نعم. وكذلك أولئك إذا حقق عليهم ما يزعمونه من حقائق أولياء الله المخالفة للكتاب والسنة وجدت من الأهواء التي يتبعها أعداء الله لا أولياؤه. له لذة ولا حلاوة، حرمهم الله جل وعلا من لذة القرآن واستماع القرآن، وصرفهم إلى الشعر والأغاني والمزامير والطبول وغير ذلك، لذلك تجد المتصوفة يتخذون الرقص والغنى والطبول عبادة،
حتى في المساجد يقيمونها حتى في المساجد، نسأل الله العافية، التي هي بيوت الله عز وجل التي تقام فيها الصلاة والذكر والعبادة، يجعلونها لهذه الأمور لأنها توافق أهواءهم. نعم. ولهذا يميل هؤلاء ويغرمون بسماع الشعر والأصوات التي تهيج المحبة المطلقة التي لا تختص بأهل الإيمان، بل يشترك فيها محب الرحمن ومحب الأوثان ومحب الصلبان ومحب الأوطان ومحب الإخوان ومحب المردان ومحب النسوان. نعم، لأن الشعر منه حق وطيب ومنه خبيث، الشعر منه طيب ومنه خبيث، والغالب عليه الخبيث، والشعراء يتبعهم الغاوون. ألم ترى أنهم في كل واد يهيمون وأنهم يقولون ما لا يفعلون إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات وذكروا الله كثيرا فصروا من بعد ما ظلموا. فشعر حسان وكعب بن مالك وعبد الله بن رواحة وكعب بن زهير شعر طيب لأنه ينبع من الوحي، وشعر امرئ القيس وفلان وفلان الغالب عليه الخبث والغرام والنساء والتشبيب وغير ذلك. نعم. وهؤلاء الذين يتبعون أذواقهم ومواجيدهم من غير اعتبار لذلك بالكتاب والسنة وما كان عليه سلف الأمة، وهؤلاء الذين يتبعون أذواقهم ومواجيدهم من غير اعتبار لذلك بالكتاب والسنة وما كان عليه سلف الأمة. نعم. فالمخالف لما بعث الله به رسوله من عبادته وحده وطاعته وطاعة رسوله لا يكون متبعا لدين شرعه الله أبدا. نعم، الذي يتبع هواه لا يكون متبعا لدين شرعه الله، وإنما يتبع الدين الذي يمليه عليه هواه وغاضته. نعم. كما قال تعالى ثم جعلناك على شريعة من الأمر فاتبعها ولا تتبع أهواء الذين لا يعلمون إنهم لن يغنوا عنك من الله شيئا وإن الظالمين بعضهم أولياء بعض والله ولي المتقين. ثم جعلناك أيها الرسول على شريعة من الأمر شرعها الله سبحانه وتعالى ونزلها عليه فاتبعها، اتبع هذه الشريعة ولا تبغي بها بديلا ولا تتبع أهواء الذين لا يعلمون. إنما هي أهواء ليست مبنية على العلم، إنما هي مبنية على الذوق والوجد وما أشبه ذلك مما تهواه نفوسهم. إنهم لن يغنوا عنك من الله شيئا، لو اتبعت أهواءهم لن يغنوا عنك يوم القيامة من الله شيئا، ولن يخلصوك من عذاب الله عز وجل. وكذلك الأصنام والأشجار والأحجار والأولياء والصالحين وكل من عبد من دون الله لن يغني عن من عبده شيئا يوم القيامة، ويتبرأ منه، تبرأ المعبود من العابد يوم القيامة إلا من عبد الله سبحانه وتعالى، تبرأ، لن يغنوا عنك من الله شيء. وإن الظالمين بعضهم أولياء بعض، هذا فيه البراء الولاء والبراء، وأن المسلم لا يتولى الكفار، وإنما يتولى الكفار بعضهم بعضا، والذين كفروا بعضهم أولياء بعض، إلا تفعلوه تكون فتنة في الأرض وفساد كبير. لا يجوز لمسلم أن يتولى الكفار بمعنى أنه يحبهم ويناصرهم على كفرهم، لا يجوز للمسلم هذا. نعم. بل يكون متبعا لهواه بغير هدى من الله. قال تعالى أم لهم شركاء شرعوا لهم من الدين ما لم يأذن به الله. نعم، تشريع حق لله جل وعلا، العبادة حق لله هو الذي يشرعها ويأمر بها، وأما العبادة التي لم يشرعها الله فهذه بدعة، التي لم يشرعها الله هذه بدعة وليست من شرع الله سبحانه وتعالى. أم لهم شركاء، هذا استنكار،
هؤلاء الشركاء شرعوا لهم دينا غير الدين الذي جاء به محمد صلى الله عليه وسلم الذي هو شرع الله، شرعوا لهم من الدين ما لم يأذن به الله، الإنكار من الله سبحانه وتعالى لأن يكون هناك دين غير ما شرعه الله وجاء به رسوله محمد صلى الله عليه وسلم. نعم. وهم في ذلك تارة يكونون على بدعة يسمونها حقيقة يقدمونها على ما شرعه الله، وتارة يحتجون بالقدر الكوني على الشريعة، كما سبق أنهم يجمعون بين الأمرين الاحتجاج بالقدر ويقدمون ذلك على الشريعة، وإما أن يكونوا على بدعة يجعلونها شريعة بدل الشريعة الإلهية. نعم. وتارة يحتجون بالقدر الكوني على الشريعة كما أخبر الله به عن المشركين، يعني يعارضون بين القدر وبين الشريعة كما سبق، يعارضون بين القدر وبين الشريعة ويتمسكون بالقدر ويتركون الشريعة، والمعتزلة على العكس كما سبق ينكرون القدر ويتمسكون بالشريعة، لكنهم ينكرون القدر، ينكرون ركنا من أركان الإيمان ويقدمون الشريعة، لكن ينكرون ركنا من أركان الإيمان وهو القدر، فهم على طرفي نقيض. نعم. أما أهل الحق فيجمعون بين الشريعة وبين الإيمان بالقضاء والقدر، ويقولون لا تنافي بين ذلك ولا تعارض بين ذلك. نعم. وتارة يحتجون بالقدر الكوني على الشريعة كما أخبر الله به عن المشركين كما تقدم، كما تقدم في قوله تعالى وقالوا لو شاء الرحمن ما عبدناهم، لو شاء الله ما أشركنا ولا آباؤنا ولا حرمنا، لو شاء الله ما عبدنا من دونه ولا حرمنا من دونه من شيء. نعم. لو شاء الله ما أشركنا ولا آباؤنا ولا حرمنا من شيء. نعم. ومن هؤلاء طائفة هم أعلاهم عندهم قدرا، وهم مستمسكون بما اختاروا بهواهم من الدين في أداء الفرائض المشهورة واجتناب المحرمات المشهورة، لكن يضلون. نقف عند هذا. نعم. فضيلة الشيخ وفقكم الله، هل المقصود بقول المشركين والله أمرنا بها الأمر الكوني أم الأمر الشرعي؟ يقولون الله أمرنا بها كونا، فدل على أنه شرعها ورضيها، لو كان لا يرضاها لما فعلناها. نعم. ولما قدرها علينا. نعم. يقول فضيلة الشيخ وفقكم الله، هل العزوف عن العلم وإشغال الوقت في العبادة وربما وقع المتعبد في أمور مبتدعة عن حسن قصد لجهله، هل هذا نوع من التصوف؟ هذا هو التصوف. الصوفية ينهون عن تعلم العلم، ينهون عن تعلم العلم ويأمرون بالاشتغال بالعبادة والذكر، ويضلون بذلك، لأن العبادة والذكر إذا لم يكون على علم من الشرع يكون هذا من الضلال ومن البدعة التي لم يشرعها الله سبحانه وتعالى، فلا بد من طلب العلم، لا بد من التعلم، وأن تكون العبادة مبنية على العلم الصحيح من الكتاب والسنة، ليفرق المسلم بين البدعة والسنة وبين ما شرعه الله وما شرعه شياطين الإنس والجن. العلم لا بد من العلم، العلم قبل القول والعمل، تعلم أنه لا إله إلا الله، استغفر لذنبك وللمؤمنين والمؤمنات. قال الإمام البخاري رحمه الله باب العلم قبل القول والعمل. نعم. يقول فضيلة الشيخ وفقكم الله، هل في تعيين الأضحية في أول عشر ذي الحجة هل يشمله التحريم المذكور في الآية فقالوا هذه أنعام وحرث حجر لا يطعمها إلا من نشاء بزعمهم؟ لا،
تعيين الأضحية شيء طيب لله، هذا تعيين لله عز وجل، هو للأصنام ولا للشرك، إنما هو لله عز وجل. نعم.